يحبون الأمطار. نلقي على مسامعكم هذا البيان الصادر من ساحة ثوار بابل باسم رب الشهداء والثائرين. يستنكر ثوار بابل العمل الإجرامي للأحزاب القاتلة الذي طال المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير، كما وندين عمل وتقصير القوات الأمنية وعدم حماية المتظاهرين والذي هو دورهم الأول، ونطالب القضاء العراقي بمحاسبة المنفذين لهذا الاعتداء والوقوف وقفة جدية لإنزال أشد العقوبات بحقهم، والذين ظهرت صورهم حاملين السلاح في وضح النهار والرمي المباشر على المتظاهرين العزل. نتمنى الشفاء العاجل للجرحى والرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين الأبطال. ثوار بابل بتاريخ 21 نيسان 2020.